هذا 300 300 باش معنا هذا شي غالي بزاف ها اللي كيبان لي ماشي غالي بزاف بزاف الخاوه والله من هذا منكر كتقول الحاولي كاينه 800 درهم اجي انا كنعطيك 1500 درهم جيب لي الحاولي بزاف ديال الناس شنو هما الخاوه ماشي مساكن مقور معاهم العواول ماشي مقور كيدور يقول لك الحاولي غالي ما عشريش كيجيو يشريو من عندك مثلا غتقول لهم هذا 250 كيفاش كتكون ردة الفعل ديالهم؟ ردة الفعل ديالهم تتكون شوية قاصحة بزاف علينا خويا ديالي راه قصاح عليه ما عنشريش انا نرجع بحالي الحكومة ديالنا تنوجهوا هذه الرسالة خدموا هذيك 500 غرام خدموا لنا من هاد 500 غرام هي واحد الغرام لا رد عليكم راه الدرويش راه تيغرق راه في واحد البحر راه غارق دابا راه غرق النص ديال الدرويش الصحافي ديالنا كاين شي اثمنه مناسبه هاد النهار هذا ولا والصراحه هي اثمنه طالعه ولكن ماشي الفلاح هو اللي طلعها خص يكون البنادم دابا المواطن دابا تيقول تفهمها بواحد الطريقه غريبه شويه تيقول ان الفلاح هو اللي طلع لك هاد الاثمنه ولكن لا الفلاح راه ما عندوش دخل في هادشي هو السير ديال الدوله هي اللي دارت شويه واحد سميتو حيت الاعلاف دابا طلعت الترونسبورت طلع كلشي طلع ما حتى الفلاح حتى والله مسكين الله يتكافى اسمح لي نسقسك ارخص حولي الثمن ديالو شحال عندك هنا ارخص حولي عندي هنا 250 250 تقدر تورينا الحولي 250 اللي عندك مرحبا وري هنا او هذا الثمن ديالو 250 هذا الثمن ديالو 250 ارخص حولي عندي هو هذا ماشي غالي الثمن ديالو شي شويه هو غالي بالنسبه لواحد اللي بغى يشري ولكن بالنسبه لواحد اللي بغى يبيع راه ما غاليش هو راه ما يسلكوش قل من هاد السومه هذه هذا العام اللي فات كنا غنجيبو واحد 170 داكشي كاين داكشي كاين كان العام اللي فات كان تاخذو ب 200 كاع قل 200 قل هي ما يوصلش 200 ديك العام اللي فات ولكن هذا العام هذا زايد الكسيبه وماشي الفلاح هو اللي طلع راه ماشي فلاح هو ما عندوش دخل في الزياده ديال الاثمنه طالعه لا اثمنه طالعه من ناحيه الاعلاف ومن ناحيه الترونسبورات ملي كيجيو يشريو من عندك مثلا غتقول لهم هذا 250 كيفاش كتكون رده الفعل ديالهم؟ رده الفعل ديالهم تتكون شويه قاصحه ما تيتعاملش معك بنادم مزيان ما كاين الناس اللي تتعاملوا معك شويه مزيان وكاين الناس اللي ما تتعاملش معك مزيان هذا شحال الثمن ديالو؟ هذا تنقولوا لي 400 واحد اللي غادي يبغي يشري هذا ب 400 راه ما يسلكوش وحنا الا بعناه بقل من هذه السومه هذه قل من 300 يعني الحقيقه عارفين هاتوما ان هذا يعني ما يستاهلش شي 4000 ولكن حنا راه ما يسلكناش ثاني الا عاود بعناه قل من 350 راه ما يسلكناش ما عندناش كاين ديروا لهاد المواطن هذا ما عندناش كاين ديروا ليه كتيبه غاليه علينا حتى حنايا ما لقيناش الغالب الله بارك الله فيك بارك الله فيك اللهم يسر اللهم بارك الله فيك السلام عليكم السلام ورحمه الله عمودي لي عن سقسي كاين شي اثمنه مناسبه هاد النهار هذا ولا كاين مناسب كاين ثمن مناسب زعما اللي كنشوفه راه ما كيغاليش الحولي بزاف اغلى حولي عندك هنا شحال الثمن ديالو كاين 300 كاين 250 وريني الحولي 300 ها هو فين هو هذا 300 هذا 300 خرجوا العموم خرجوا شوفوا فما سي اجي قرب من عندي هنايا العموم هذا 300 باش معنا هذا ماشي غالي بزاف ها اللي كيبان لي ماشي غالي بزاف ماشي غالي بزاف الثمن الاخراني شحال كيبقى تيبقى حتى 250 200 كل واحد وثمنه بحال ماشي بحال كل واحد وثمنه المهم شحال الثمن هذا هذاك 150 هذا الثمن ديالو 150 دايز التحية هذا؟ ها؟ دايز التحية؟ دايز عنده 6 شهور 6 شهور الفوق اللي قال لكم في البرنامج كاين الحاولي 800 درهم 800 درهم يعايد الدرويش حنا كنعطيوه 1500 درهم يجي من الحاولي بغيتينا هذا الحاولي هذا كطلبوا فيه 250 الدرويش ما يعيدش ما يعيدش مرة انتوما كتشبروا الدعم الرؤساء ديالكم كيشبروا الدعم والدرويش كتجيو توكلوا في طارو الدرويش جاك الأثمنة هذا النهار ما كايناش الأثمنة اثمنه 3000 طالعه 2500 درهم هذا 2500 درهم هادو الوالدين ديالنا ملي كانوا صغارين كيجيبوا لنا عشاوه كندبحوا حتى نهار ثالث عيد عاد كندبحوا دابا انا عندي العواول ثلاثه العواول عاد ندير لهم 2500 درهم لا يعقل قلت لك عندي 1500 درهم جيت ما جبرتش الثمن ديال 2500 درهم عادي نرجع بحالي ما نعيطش ما نشريش يعني دابا تينا كل عيد الثمن ديالك هو 1500 درهم 1400 1300 دابا جبت 1500 بغيت نشري ما جبرتش
يعني بزاف عليا، ما مشي مستطاع. عندك شي وليدات؟ عندي جوج وليدات، فهمتي؟ كاري ولا كاري اخويا ديالي. 1500 جبتها غادي نشري شي عيد، ما جبرتش 1500، ما كاينه 2500 3000 راه بزاف عليا. حاولي لي كنتي كتشري 1500 شحال جبرتي الثمن ديالو دابا؟ دابا جبرته 250 الف فرنك. 2500 150 الف فرنك، 140 الف فرنك، 2500 دابا جبرت. 2500 يساوي 6000 درهم 5000 درهم. بزاف علينا اخويا ديالي، راه قصاح عليا، ما غنشريش يعني نرجع بحالي. الثمنه ديال العداده غاليه خصوصا المدينه ديال طنجة. المدينه ديال طنجة بزاف على حساب دابا الدرويش كتجمع الحاولي زايد فيها 1200 درهم حتى 1300 درهم في الحاولي. الحاولي اللي دينا العام اللي فات 170 180 هذا العام تقدر فيها 3000 درهم. والدرويش بوري اللي ما عندوش الله احسن له، كيما بوري ما خدامش، كي بنادم راه عنده الاولاد فهمتيني، وكيجبر بوري الغلا كيطلعك عياد بوري دوار تعياد دوار قتي كيطلف فيها الثمن بزاف الخاوه. والله من هذا منكر كتزدار معاك يقول لك لا لا حنا حسبنا اسعار، رانا ماجي مخنيف، رانا ماجي معاك تعرف بنا راه طنجه راه الله احسن له كنجبروا هذا النص كبير كيقول لك طنجه اللي فيها الغلا بزاف. طنجه لحقاش هما كيضربوا علينا لحقاش حنا كيجيبوا لهم الله حنايا بزناز كيجيبوا لهم الله طنجه راه الناس عندهم معامل كاينه كذا كاينه الخدمه الناس طنجه وراه ما مدبر والناس كلهم ساكن طنجه وراه لا اله الا الله طنجه وتي تخدم ممنوع الخدمه ما كايناش تعياد طاطي سيف سيفيز ديالك غدا بعد كتجبر من الخوا عندهم الزرع كيلو فيهم الزرع واذا شنا هذه من بورات خان هذا في العيد ملي جي يشري بوري اضحيه يجمع ديك 1500 درهم الله احسن له واش مسلف هو الساعيه ملي طلع يتقار ويعاود بحالو مقور بزاف ديال الناس شنا هما الخوا ماشي مساكن مقور ما هم العواول ماشي مقور كيدور يقول لك الحاولي غالي ما غنشريش شتي باش غنتكافى مع العيد وخصني فحام وخصني الموازين ديالو وغتزيد عليا الكرا غتزيد عليا الضوء غتزيد عليا الماء يعني الله احسن لعاون الخاوه ديالي. انسان نص كبير كيقول لك اخي الا بقى الحاولي ما عندنا ما نعملو بهذا الشيء هذا ربي ربي كبير ربي هو اللي هو اللي هو اللي غادي يشفق بهذا الدراويش. بالنسبه للاثمنه هذا العام كاين الغلا يعني القضيه النار في لاكار الله يحسن العوان درويش ولكن كما غنقولوا الله يحسن العوان درويش غادي نقولوا حتى الله يحسن العوان ديال الفلاح لان الفلاح حتى هو مضرور من واحد الناحيه كاين الجفاف هذا العام كاين الجفاف كاين الغلا ديال المازوت كاين الناس كما تنشاهدوا الناس سولنا بزاف ديال الناس هنا قالوا لنا جايين من خريب كاع اللي جاي من بني ملال اللي جاي من مناطق بعيده يعني هاد الناس اللي غادي يجيبوا الحولي من خريب كاع وبني ملال وغادي يجيبوا طنجة والمازوت غالي يعني كاين هادشي عنده تكلفه وهاد التكلفه بطبيعه الحال غادا تزاد في الثمن ديال الحولي ولكن شنو معمول هاد الدرويش مسكين شنو غادي يدير تيتفرج بعيوناتو تيتسارى واش حولي داير 1500 درهم يعني احنا ما نشبوش بالمش يعني صغير بزاف لا كان عنده خمسه الوليدات ولا اربعه الوليدات شي يدير لهم هذاك الحولي ومن هنا تنقول للفلاحه والناس كسابه صبروا مع الشاري راه تا هو راه درويش تا هو قنعوا بالبركه الله لا بالكم شي شويه الفضل لان اكثريه في السوق تنشوف الناس شارين تا هما تيشريو تا هما مع هاد الفلاحه يعني ماشي هما هادو فلاحه تيشريو مع هاد الفلاحه وكيعاودوا يبيعوا وتيعاودوا يبيعوا وتيعاودوا في يبيعوا الحكومه ديالنا تنوجهوا هاد الرساله راعيوا وجه الدرويش وشوفوا شي حلول باش ينقذوا هاد الدرويش لانه راه تيغرق راه الدرويش راه تيغرق راه في واحد البحر راه غارق دابا راه غرق النص ديال الدرويش راه الدرويش راه غبط راه بقاتي بلاطي ها لان بالنسبه للدرويش الحكومه الله يرضى عليكم الله يجازيكم بخير من هذا المنبر تنقول لكم انا الله يرضى عليكم خدموا هذيك 500 غرام شنو هي 500 غرام وهو العقل العقل فيها 500 غرام خدموا لنا من هاد 500 غرام هو واحد الغرام الله يرضى عليكم شكرا بزاف تبارك الله عليكم تحيه لكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.